السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، واذكروا الله لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. حبايب قلبي، ان شاء الله باذن الله هنخش المطبخ نعمله الكاسات ديت مع بعض، الكوبايات دي مع بعض، حاجه كده حاله من الفاخر من الاخر. الجلاش حبايب قلبي بطريقه جديده خالص، ولا ملفوف بقى ولا معمول صينيه ولا اي حاجه من الحاجات دي، حاجه جديده بس ان شاء الله باذن الله هتعجبكم. يا رب تجربوها وتطلع معاك احسن ما انا ما عملت. فضلا وليس امر، يا ريت اللي يخش الفيديو يحط اللايك، واللي مش مشترك في القناه يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا مني كل جديد. ربنا يبارك فيكم اخواتي وحبايبي، يا رب ان شاء الله ربنا يجعلني ضيفه خفيفه واكون عند حسنكم واكون قادره فعلا اوصل معلومه واكونوا تستفادوا مني. يلا بينا على المطبخ نشوف احنا هنعمل ايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، واذكروا الله لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. قبل ما نخش من قناه الفيديو بتاعنا، يا ريت ما ننساش اخواتنا في غزه وفلسطين وفي رفح وفي لبنان، ندعي لهم عن زهر غايب، ربنا يفك كربهم ويشفي مرضاهم ومرضانا ومرضى المسلمين اجمعين، يرحم امواتهم وامواتنا واموات المسلمين اجمعين. الا ان نصر الله قريب، يا رب ينصرهم نصر عزيز المقتدر، يتعجب منه اهل السماء والارض، انك انت السميع العليم. اللهم ارحمهم واغفر لهم يا رب العالمين، ويكفيهم شر اللي يكفيهم شر، ويبعد عنهم الشر والاذى، ويجعل نصرهم قريب ان شاء الله باذن الله. حبايبي يا ريت اللي يخش الفيديو فضلا وليس امر يحط اللايك، عشان انتم مقصرين معايا في اللايكات انا مش عارفه ليه. ربنا يصلح حال الجميع وحالنا وحال المسلمين اجمعين. حبايب قلبي، النهارده ان شاء الله جايين نعمل حلقه سهله خالص وبسيط بس بمنتهى الجمال، روعه بجد. لو حد كلو عندك مش هيصدق ان انت عاملاه في البيت من جماله. تمام كده؟ معانا ايه حبايب قلبي؟ معايا ربع جلاش حطيته في الفريزر وطلعته وهو متلج، قطعته حته صغيره كده زي ما انتم شايفين، كسرته بايدي وهو متلج. تمام كده الجلاش بتاعنا ده هيتحمر. تمام كده؟ معايا ايه تاني حبايب قلبي من ضمن المكونات؟ معايا بنفس المج دوت مجين كبار مليانين من اللبن، حطهم في الحله هنا. تمام كده؟ هنحط عليهم ايه؟ هحط عليهم بنفس المعلقه المعياريه ديت معلقتين من الدقيق، معلقتين من النشا، معلقتين دي صغيرين. تمام؟ معلقتين من النشا برضو صغيرين، معلقتين هرمية من دي الكريم شانتيه. تمام كده؟ المجموع ده كله هنفضيه كله على ايه؟ على اللبن. تمام؟ معايا كوباية لربع من السكر، انا مش عايزة احط سكر كتير لان احنا مرضى سكر، فانا مش عايزاه يبقى سكر عالي قوي. تمام؟ اللي احنا الحلوة اللي احنا هنعملها مش عايزاها تبقى ايه سكرها فز يعني وما تقدريش تاكليه. هتقولوا لي كوبايه اللبن اللي انت مخليها دي الايه دي، هنحط فيها معلقه نشا ان شاء الله، وهنكرمل اللبن. هنعمل ايه؟ هنعمل كرمل يا حبايب قلبي، بس طبعا دي احنا مش هنحتاجها دلوقتي. تمام؟ والسكر برده الاول هعمل الخليط بتاع المهلبيه بتاعنا، وبعد كده ان شاء الله هنبدا ان احنا ايه هنسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كده زي ما انتم شايفين كده، ممكن احط له معلقه سكر واحده. تمام كده زي ما انتم شايفين، وهنقلب بقى كل المكونات ديت في قلب اللبن كده على البارد الاول، وبعد كده ان شاء الله هرفعهم على النار، بس اهم حاجه ان انا احس ان هم دابوا معايا خالص. تمام كده؟ ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم وحال المسلمين اجمعين. انا بطلب منكم اللايك يا حبايب قلبي، لان الواحد حقيقي بيتعب، ربنا يعلم الواحد بيتعب قد ايه وهو واقف كده ومش قادر يقف، ومع ذلك بيقف عشان يعمل لكم الحاجه. بيتعب قد ايه في انه نمنتج او نقص او نقطع او نكمل، يعني بصراحه ربنا فعلا مجهود، فيا ريت تقدروا المجهود دوت باللايك يا حبايب قلبي. مش طالبه حاجه صعبه والله، ربنا يصلح حالنا وحالكم وحال المسلمين اجمعين. انا مش طالبه حاجه كبيره قوي، ده لايك يعني مش حاجه صعبه. وفي نفس الوقت الواحد ربنا يعلم الواحد بيعامل كل الناس واحد، لان كلنا واحد. الخير اللي هيجيلك هيجيلي، ولو ربنا رايد لنا بخير هيكون، مش رايد برضو هيكون. ربنا بيقول للشيء كن فيكون، فياريت ان يكون قلبنا على قلب بعض ونخاف على بعض وما نستخسرش في بعض حاجه مش بسيطه مش مكلفه ولا هندفع فيها فلوس. ربنا يصلح حالنا جميعا ان شاء الله، ويدي كل واحد منا ما يتمنى. اللهم امين يا رب العالمين. خليكم معايا. بص حبايب قلبي، حطيت في الكوبايتين اللبن اللي احنا محضرينهم. تمام كده؟ في المقين حطيت فيهم الخليط اللي هو ايه عباره عن معلقتين صغيرين من الدقيق، معلقتين صغيرين من النشا، معلقتين هرميه من كبار من الكريم شانتيه. تمام؟ دوبتهم تماما كده
كده هنبدأ نروح على النار بقى من غير ما مش هسويه هو الاول. الاول هنكرمل السكر، هتشوفوا معايا خطوة خطوة احنا هنعمل مهلبية ازاي. هتبقوا معايا، خليكم معايا حبايبي. كده جيت على النار، واول ما حطيت نص كوبايه من الكوبايه الا ربع من السكر اللي احنا مخلينها، حطيت نص كوبايه عشان تقيت الكرمل. طبعا مهديه النار حبايب قلبي، لان انا عايزه مجرد ان السكر يسيح زي ما انتم شايفين كده من الجناب بدا يسيح. تمام كده، مش هنقلب فيه ولا هنعمل فيه اي حاجه غير لما احس ان هو خلاص ايه بدا يسيح كله، عشان انا عايزاه يكرمل بلون حلو جدا ان شاء الله باذن الله. واحده واحده مع بعض في كل تفصيله وفي كل حركه. يا رب الفيديو تجربوه ويطلع معاك احسن من ما عملت ان شاء الله. بس بجد حقيقي حاله من الحلاوات، من الحلا الجميل جدا جدا، وفعلا بجد يشرفك قدام ضيوفك ان شاء الله باذن الله. انت عايزه تعمليه بقى في كيسات ماشي، في كوبايات، انا هعمله في كوبايات بس كوبايات شكلها حلو شويه. تمام كده، هنبدأ كده السكر الكامل هيبدأ يسيح معانا. هنبدأ ان احنا ايه نقلب كده زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله، بس طبعا مهديه النار عشان ما يتحرقش مننا ويدينا طعم مر. تمام، هنبدأ واحده واحده معاه كده لحد ما يتكرمل معانا السكر، لحد ما يخش في اللون اللي فعلا يديك اللون الكرمله. تمام كده، وبعد كده كل وصفتنا مع بعض برده واحده واحده. شوية تفكري ان هو عشان حبحب كده يبقى كده مش نافع، لا بيسيح كل دوت ان شاء الله حبايب قلبي مع بعض كده واحده واحده. ربنا يحسن ما بين ايدين وايديكم ويصلح حالي وحالكم، خليكم معايا. بس حبايب قلبي كده الكرمل تمام، هنحط له ايه معلقه سمنه كده تسيح معاه، وبعد كده هننزل بالخليط اللي احنا ذوبناه اللي هو النشا والدقيق والكريم شانتيه. خليكم معايا حبايبي، اجيب بس المكونات بقيه المكونات واوريكم احنا هنعمل ايه. بس حبايب قلبي بعد ما اتكرمل معانا السكر وحطيت عليه معلقه السمنه، تمام عندك زبده ماشي، عندك سمنه ماشي اللي موجود، بنبدا بقى ان احنا ايه، هتبصي تلاقي السكر اتكلكع كده معاكي زي ما انتم شايفين كده، مفيش مشكله فيه حبايب قلبي، برده هيبدا كل ده هيفك معانا. بس اهم حاجه ان احنا موطفين النار، وتاخدي بالك جدا جدا من الحركه بتاعه ان انت تفضي على العسل وهو متكرمل اي مواد سايله، سواء كان ميه او لبن او اي حاجه سايله حبايب قلبي، تاخدي بالك جدا جدا من الحركه دي عشان لا قدر الله ما نتحرقش. تمام كده باذن الله، اول ما يفك كل دوت هيبدا يغلي ويوصل معايا لقوام المهلبيه اللي انا عايزاه، وارجع معاكم تاني اوريه لكم واحده واحده، خليكم معايا. بص حبايب قلبي فضلت مع الخليط زي ما انتم شايفين كده فك خالص وبدأ ان هو يغلي، بس طبعا لسه ما وصلش القوام اللي انا عايزاه. تمام كده، لما يغلي خالص وتحس ان هو بيبغبغ كله يبقى كده وصلنا للقوام اللي احنا عايزينه، هنرفعه من على النار. تمام، وبدأ يتقل اهو زي ما انتم شايفين، بس لسه طبعا مش ده القوام اللي انا عايزاه، انا عايزاه يتقل عن كده. تمام، بتفضلي معايا مع السكر ومع الكرمل يعني اللي انت عملتيه، ما تقوليش ده كده كلكع ومش نافع، لا بيحل حبايب قلبي. طالما انت مهديه النار زي ما انا مهديه النار كده ومخلياها زي الشمعه كده، وحاطه الحاجه بتستوى على هداوه وبتستوى بالراحه ومتتحرقش منك، تديكي نتيجه ان شاء الله باذن الله مرضيه. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم. شايفين بدا يتقل ازاي، شايفين بسم الله ما شاء الله، بجد حبايب قلبي حاجه بجد روعه في منتهى الجمال، ان شاء الله تجربوها وتطلع معاكم احسن من انا عملت. طبعا لسه بادئ يبقبق اهوت، بس طبعا لسه ما وصلش للقوام برده اللي انا عايزاه، انا عايزاه يتقل ما يبقاش فيه سوائل خالص. وحطينا طبعا معلقه السمنه، انت عايزه تحطي زبده ماشي، اللي موجود في البيت يا حبايب قلبي مش هنقف على حاجه، اللي موجود في البيت يشتغل. تمام كده زي ما انتم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله، شايفين القوام ولا في بقى كلاكيع ولا في اي حاجه. تمام، هنسيبه على جنب دوت ان شاء الله يبرد، وبرده نكمل بقيه وصفتنا، خليكم معايا. تاني مرحله حبايب قلبي، حطيت سمنه تمام كده، هنفضي فيها الجلاد بتاعنا عشان نحمر. تمام، هنفضل معايا واحده واحده لحد ما يتحمر ويديني لون انا حباه. تمام كده زي ما انتم شايفين، برده على نار هاديه حبايب قلبي، شايفين النار عامله ازاي، على نار هاديه كده هنحمر الجلاش لحد ما يخش معانا في اللون الحلو اللي انت ايه تحبيه، زي الكنافه بالظبط حبايب قلبي. تمام كده، اما يكرمل معانا اما يتحمر معانا الجلاش هوريه لكم، خليكم معايا. كده نزلت الجلاش بعد ما حمرناه زي ما انتم شايفين كده، ده اللون اللي احنا عايزينه،
بالنسبه للجلاش تمام كده. عايزه تحطيه بقى انت في صينيه وتدخليه الفرن، بس هي كده كده حتى لو حطيتيه في الفرن هتضطري كل شويه تطلعي الصاج وتحمريه وتقلبيه. طب على ايه يا حبايب قلبي؟ احنا كده على النار واحنا واقفين في ثواني خلص تمام. هنسيبه بقى على جنب يبرد، وبعد كده ان شاء الله نكمل بقيه الوصفه بتاعتنا. خليكم معايا. بص حبايب قلبي، حطيت بقيه السكر اللي احنا كنا مخليينه تمام كده في الحله عشان هنحطه على النار، وجبت كوبايه اللبن يا حبايب قلبي اللي احنا ايه اللي احنا محضرينها، حطيت فيها معلقه غراميه من النشا تمام، وهدوبها كده كويس جدا في قلب اللبن، وبعد كده هنروح على النار عشان نكرمل السكر ونعمل ايه الكرمل اللي هيبقى على الوش ان شاء الله بتاع الحلو بتاعنا تمام كده. خليكم معايا. بص حبايب قلبي، اول ما كرمل حطيت له حته سمنه صغيره تمام، يعني بتاع ربع معلقه او معلقه صغيره من السمنه زي ما انتم شايفين كده. هنشيل بقى المعلقه منه ونبدا ان احنا نقلب النشا بتاعنا مع السكر مع اللبن، وننزل بيه بالراحه كده واحده واحده تمام زي ما احنا متعودين مع بعض واحده واحده كده. هبدا برده هحس ان هو الكلكع معايا هيفك معايا. هيفك معانا لان احنا مهدين النار تمام كده لحد ما يخش في القوام اللي انا عايزاه، وهنطفي النار عليه واسيبه بقى يبرد قبل ما نكمل بقيه برده وصفتنا تمام. يا رب ان شاء الله الطريقه بتاعتي تعجبكم والفيديو ينول اعجابكم تمام كده. بس انا مش عايزه اكتر من انه ايه يبقى بالقوام اللي انتوا شايفينه ده. وادي كيس الكراميل معانا جاهز، ده اللي هيتحط على الوش بتاع الحلو بتاعنا تمام كده. كده انا هطفي عليه لان خلاص هو كده استوى تمام كده، مش عايزه اكتر من كده. طبعا لما بيبرد بيتقل تمام، هنتعامل معاه برده واحده واحده، وهوريكم كل حاجه على الطبيعه. بس يا رب الفيديو يعجبكم وينول اعجابكم. خليكم معايا حبايبي. رجعت معاكم طبعا بعد ما عملنا الخليط بتاعنا اللي هو عباره عن ايه، عن كريم شانتيه معلقتين كبار، معلقتين صغار من اللبن من النشا، معلقتين صغار من الدقيق تمام، كرملنا نص كوبايه من السكر، حطينا عليها كوبايتين كبار من اللبن، بعد كده نزلنا عليهم بعد ما اتكرمل بمعلقه سمنه، بعد كده حطينا الخليط اللي احنا عملناه يا حبايب قلب الدقيق مع اللبن مع الكريم شانتيه مع النشا لحد ما سبته لما برد. برد طبعا بتحس ان هو كتل، عشان تخليني من بعده نعمل ايه بالهاند بلندر كده عشان يحس ان هو رجع سايل معانا تاني تمام. بس عشان تحس ان هو بقى كده، عشان لما نتعامل معاه مع الحلوه يبقى لنا ايه احنا بنعمل ايه تمام كده. كده اشيل بس الهاند بلندر وارجع معاكم تاني. خليكم معايا. بص حبايب قلبي، ضربته بالهاند بلندر لحد ما بقى معايا بالقوام ده. نبدا بقى نسمي الله، ناخد معلقه كده حطها في ارضيه الكاس بتاعنا تمام، معلقه في كل كاس في كل كوبايه احنا عاملينها هنحط معلقه، مش المعلقه دي بس احنا لسه هنكمل بقيه الوصفه تمام. كده زي ما انتم شايفين اخلص وارجع معاكم تاني. بس حبايب قلبي هنبدا بقى ايه نحط كده الايه الجلاش بتاعنا اللي احنا ايه كرم انا حمصناه تمام كده. كل معلقه على حسب ما هتاخد، بس انا مش هحط الطبقه دي بس، لا احنا لسه هنحط بقيه الكراميل بتاعنا، يعني هنعملها كذا طبقه تمام كده. اخلص يا حبايب قلبي واوريه لكم، خليكم معايا. بص حبيب قلبي، ورجعت تاني حطيت طبقه من الايه من الكرمل اللي احنا عاملينه تمام، هتبقى طبقات كده حبيب قلبي، وهرجع تاني احط جلاش لما اخلص خالص هوريكم الطبقات عامله ازاي. خليكم معايا حبايبي. صوص الكراميل طبعا تقل، عملنا فيه ايه ضربناه برده بالهاند بلندر، وهناخد معلقه كده نحطها على الوش كده، معلقه او معلقتين عشان نغطي بيها الوش تمام كده زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. هي بقى بتروح على الوش كله مع نفسها تمام. اخلص بس حبيبي اوريه لكم، خليكم معايا.
حبايب قلبي. وكده الكاسات بتاعتنا بتاعت الحلقة بتاع الجلاش بتاعنا، اول مرة نعمل الجلاش كده بالطريقة دي يا حبايب قلبي، بس بجد في حتة تانية ما شاء الله ما شاء الله. والتزويق ده بتاعك انتي، انا عندي صوص شوكولاتة حطيته على الوش، ومع عندي برضو الكراز حطيته برضو معاهم على الوش، بيدخل بقى التلاجة وكلي احلى حلا حبايب قلبي. بسم الله ما شاء الله. طبعا الجلاش بيبقى مقرمش كده وحاجة كده في منتهى الجمال. ان شاء الله باذن الله تجربوا الطريقة وتعجبكم، والفيديو نول اعجابكم. زي ما انا قلت لكم، السكر يا حبايب قلبي اللي انا حطاه كوبايه الا ربع، انا ما خدتهاش كلها علشان احنا مرضى سكر، فعشان يبقى سكره مظبوط وما يبقاش عالي قوي في السكر ويعلي السكر بتاعنا تمام كده. وفي نفس الوقت الحاجه كده كده لما بتبقى حلوه قوي بتخلي نفسك تجزع منها وما تبقاش عايزه تكملي، انما كده اللي هياخد كوبايه هياخد ما هيطلب منك تاني، سواء كنت عملت في بولات او في كوبايات، دي حريه شخصيه. انا عملته في الكوبايات بتاعتي دي، شكل برده منظر جديد وحاجه جميله جدا. ان شاء الله تجربوا الطريقه وتعجبكم، والفيديو ينول اعجابكم. لو الفيديو عجبكم فضلا وليس امر يا ريت تعملوا شير وتحطوا اللايك، اللي مش مشترك في القناه يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا مني كل جديد. وتصلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تذكروا الله، لا اله الا الله، سيدنا ونبينا محمد رسول الله. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.